فعاليات الدورة 12 للمهرجان الدولي أطفال السلام التي تنظمها جمعية أبي رقراق في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد العرش، تعرف مشاركة 600 طفل من 30 دولة من بينها صربيا التي تحل ضيفة شرف، كما تتضمن برنامجا غنيا يتمثل في تنظيم حفلات وأمسيات وعروض تحييها الوفود المشاركة. هذه لحظة يعني قوية، ومن خلالها أطفال العالم يوجهون نداء سلام إلى العالم، وما نسميه نداء الرباط للسلام. المهرجان يهدف إلى ترسيخ قيم وثقافة السلام والتسامح وتشجيع التكافل بين الشعوب، كما يمثل بالنسبة للأطفال فرصة لتبادل الأفكار حول القيم الكونية للتعايش والتضامن.